السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم رح أحكي عن هذا الفيديو للناس اللي حابين يعملوا الفيديوهات اللي هي بتجي مدتها قصيرة وبنزلوها على اليوتيوب، اللي هو بالقصص. تمام، رح أحكي عن هذا الموضوع، كيف الواحد بيحسن ينزل فيديو على القصص وشو الطريقة اللي أنت بتحسن تستخدمها مشان هذا الموضوع. تمام، فرح احكي عن هذا الموضوع. هلا خلينا نشوف الفيديو ونشوف الشرح كله كامل، كيف الطريقة اللي بدك انت او انت تساويها لهي القصة. تمام، اذا سمحتوا يلي عم يشوف القناة جديد اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو حتى نحسن نستمر. تمام، يلا خلينا نبلش. اول شيء نفتح على اليوتيوب، نفوت على اليوتيوب، بعدين تطلع لنا هاي الصفحة، بنفوت على القناة تبعنا من هون، بنحط على ماين كانال يعني على قناتي، ومنكبس على إشارة الزائد، شايفينه هو مطرح ما بنضيف فيديو، يعطينا خيار انك ترفع فيديو تحط فيديو ولا بدك تعمل بس مباشر، بنقول له رفع فيديو. هاي الفيديو مثلا انا اللي بيحطه اللي بدي ينزله عندي. تمام، مدته 57 ثانية مثل ما كن 57 ثانية مثل ما كن شايفين. بكتب مثلا انا شو حابب اكتب عنه للفيديو. هذا الفيديو كتير حلو على فكرة، هذا العصفور فات لعندي على الغرفة مرة وانا عم اتغدى فترة الاستراحة تبعي بالشغل، فات لعندي من الشباك وما عاد عرف يطلع لبرا، فانا قاعد عم اتفرج عليه للعصفور، فطلع هو تفاجأ وقت شافني، فضل واقف وقف، فزيت لعنده هيك مسكته وحتى هيك لحمس يعني كتير كتير حلو، هيك كان العصفور كتير ظريف. فالمهم اندمت يوميدي اني ما صورته فيديو، اندمت اني انا ما صورته فيديو وعملت عنه فيديو هيك حلو، لانه كان كتير حلو بالفعل. فمرة تانية اجى لعندي وانا عم بشتغل، وقف هيك وشي، وقف قدامي وصار يطلع علي، اعمل اطله هذا الفيديو، فوتوا وتفرجوا عليه. المهم نرجع هلا نحط هون شو بدك تسمي الفيديو انت بدك تسميه. مثلا رح احط انا عصفور. تمام، وراح احط هذا الشعار انه حلو، وراح اكتب مثلا انه رائع. تمام، تحت عند الوصف هون نكتب، نحط اي اشاره الشباك اللي هو المربع ما ادري شو بيسموه. تمام، وبنحط كلمه شورتس. اي تمام، وبنطلع بنرجع لورا وبنعمل له هون هوخ لادن يعني رفع الفيديو. تمام، هلا مثل ما كن شايفين عندي هون عم ينزل الفيديو على القناة عندي. تمام، هلا بس ينزل الفيديو ويخلص رح اورجيكم كيف بيطلع منظره، بيطلع مثل هذا شايفين. هذا كمان الفيديو انا عاملوا كمان دعاية هيك صغيرة، بإمكانكم كمان تفوتوا على هي تشوفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. بيسعدني تفوتوا لعندي على القناة وتشوفوا المحتوى اللي أنا عامله عندي بالقناة، وإن شاء الله راح تستفادوا كتير، لأنه في كتير معلومات ممكن الواحد يستفاد منها. تمام، قناتي هي بتحكي عن كل شيء، بإمكانكم تفوتوا على القناة وتلقوا نظرة، تعطونا من وقتكم مجرد 5 دقائق بس إذا سمحتوا. بالإضافة يلي بيفوت ويتفرج عندي على القناة، إذا عجبك الموضوع أتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتعملونا لايك وتدعمونا لحتى نكبر أكثر وأكثر إن شاء الله بوجودكم. تمام، بالإضافة يلي عنده أي اقتراحات أي شيء أي فيديوهات حابب يستفسر عنها وحابب يعرف معلومات عنها، إمكانكم كمان تقترحوا علي بالتعليق شو الفيديوهات اللي حابين انه انا اعملها، اذا انا بقدر اعملها بساويها ان شاء الله. يلا تفضلوا. شفتوا هذا هو الفيديو، هذا الفيديو وريتكم اياه، انا عامله قصة هيك صغيرة مثل دعاية عن القناة وعرضته عندي، فطلع لي هيك، فكل شيء بتعرضوه قصص صغيرة بيعطيكم هيك اشارة عليه مثل هي الحمراء. تمام، وبيكون مكتوب قدامه شورتس انه قصة قصص صغيرة. تمام، نشوف هلا نزل الفيديو. لسه بقى له شوي. تمام، خلينا نحكي شوي عبين ما ينزل الفيديو، انا مشان اورجيكم
الترتيب يعني تبع الفيديو. تمام، هلا هو عم ينزل عندي، خليني عم ينزل. بعمل لكم نظرة هيك سريعة على قناتي، اللي عم يشوف فيديو جديد بإمكانه يفوت ويشوف الموضوع هذا. تمام، والمشتركين اللي عندي بيعرفوا قناة بإمكانكم تقربوا الفيديو لحتى يطلع ننزل الفيديو اللي بدنا نعرضه. تمام، هي قناتي أنا، قناتي بتتضمن فيها تعليم اللغة الألمانية. هون عندي مثلا درس رقم 6، مكتوب وصف الناس الحلقة الثانية، يعني وصف الناس شو كتير حلو، كمان بإمكانكم تفوتوا وتتفرجوا عليه. عندي هون مثلا الفيديو اللي بعده سبب نقص المشتركين في قناتك اليوتيوب، وأعرف من لغى اشتراكهم من عندك، يعني فيكم تفوتوا كمان وتعرفوا مين اللي لغى اشتراكهم من عندكم بالقناة. عندي هذا الفيديو يلي بعده مكتوب كيفية استخدام برنامج استوديو يوتيوب من الهاتف واكتشاف أسرار أشياء مهمة عن اليوتيوب، بإمكانكم كمان تفوتوا وتتفرجوا عليه. هون كان في هيك شوي حبينا نطلع من جو المعلومات والتعليم وكذا، عملت هذا الفيديو، صورت فيه هون البطاطا دول اللي عندي كتير حلوين، بإمكانكم كمان تفوتوا تتفرجوا عليه. الفيديو اللي بعده هون مثل ما كنتم شايفين تفعيل الإعلانات المدفوعة والخاصة في اليوتيوب، معلومة مهمة جدا، بإمكانكم تفوتوا كمان تعرفوا هذا الفيديو شو عم يحكي. تمام، بالإضافة عنكم هون عندي كمان بالقناة قصص الأطفال قبل النوم، يعني في أولاد قبل ما يناموا بيحبوا يسمعوا مثلا قصة، تمام، قبل ما يناموا، فهي عندي هون قصص الأطفال بإمكانكم كمان تفوتوا وتتفرجوا عليهم. عندي هذا الفيديو كمان كتير مهم، طريقة إنشاء حساب جوجل أدسنس من الموبايل والكمبيوتر، كتير كمان ظريف وبيفيدكم لكل الناس اللي عاملة أقنية جديدة. تمام، بالإضافة عندي هذا تحميل موسيقى من اليوتيوب بدون حقوق وأكثر من 3000 ملف موسيقي، كمان هدول مجانيات. تمام، هلا الفيديو عندي أنا خلص نزل، نشوف شلون نزل عندي. خلينا نطلع من القناة، نرجع نفوت عليها. نرجع نفوت على معنا كنال. تمام، ننزل لكم مثل ما كنتم شايفين، نزل عندي الفيديو، شايفين؟ هي صار عندي 2، هاي الفيديو اللي نزلته انا الجديد هو القصة الصغيرة. نفتح، شايفين هي نزل. فوتوا وتفرجوا عليه، فيديو كتير حلو. تمام، بس نزلنا القصة عنا على اليوتيوب مثل ما قلت لكم بتنزل طبيعي، ولازم مثل ما قلت لكم يكون الفيديو اللي كنتم تنزلوه أهم شغلتين يكون الفيديو مصور بالطول، يعني تصوروا بالطول ما تصوروا بالعرض. وتاني شغلة الفيديو يكون ما يكون مدته أكثر من دقيقة، تمام، يعني 59 ثانية ونازل. تمام، تمام إخواتي، هاي بالنسبة لموضوع اللي حابب يرفع فيديو اللي هو على القصص، بإمكانكم تنزلوا الفيديو مثل ما قلت لكم. تمام، إذا كنت جديد عم تفرج على القناة أو إذا كنت جديد عم تفرج على القناة، من فضلكم اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك ودعمونا. تشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.